الموتى فريدي ميكاليف كانت انفسره بخلات الفا كبيره علش مش بس كان بارتي من الستوريا تاع البارتيت لابوريست ما وكل تاع بايسنا هي تلفا كبيره علش فريدي ميكاليف هو بارتي من الستوريا تاع البارتيت لابوريست كان بوليتيكو كبير كان بوليتيكو اللي را فيزيوني لو تاع فوبورتونيتايت اللي صرفهم الشيء تاع الناس والبرزنسا كبيره تاع الناس في الفونارال تاع اللوم شيء دان كله الموستي خرجوا كلها من الاسبت ناسيونالي وكل كنا تلفا كبيره بيرس لفريدي مكلف متى كان في الغفرن كان وقت بروجيتي ناسيونالي وكان را الجي تاع البوبلو مالتي واوشي فريدي مكلف انفولفا روحو في البوليتيكا في 1959 12 سنه ورا البارتيت لابوريستا تلا في الغفرن وفريدي مكلف انحتار سكرتاريو بارلمنتاري انا كنت منسترو تالا اندوستريا كوميرج بيديا وتوريزمو وفريدي ميكاليف كان سكرتاريو بارلمنتاري في المينيستيرو في الأول دا ينو دو نا الامينستراتيون في المكين الهدمة بوليتيكا رجت لقت للفريدي ميكاليف وجو ميكاليف ستافراج في 1986 متى ميكاليف ستافراج كان شيرمان تر اوتوريتا تاع الشاندير وفريدي ميكاليف كان المينيسترو ريسبونسابل من الشاندير اما الببرية بين اثنين كانت مرللين من الامبانيي بوليتيكي وبروفيسيونالي متى كنت نراح كيتو دي تاع توجيه نعرف نقبض لفوق الحمام تاع الجري وبات يبدا يدلك متى من وصل من ما وصلش ومن التجري على يمس ديك كانت الباستا تاع نتاعو جو ميكاليف ستافراش كان يعمل كونتات ريغولاري مع فريدي ميكاليف وقت المومنت ديفيشلي اللي كان دايما نوم ريشنتامنت فريدي تاسبيس كان يكلمو فوق الفاميليا وفوق الاتنسيوني لاتياته الطبيب تشانسو موران تشانسو موران كان تاع بوش كبير عليه في الاخر زمن يتحيطوا للفريدي